للأسف نحن بالغالب ظاهرة صوتية، يعني كلامنا مجرد كلام بدون فعل حقيقي. خلينا نربط القول بالفعل، خلينا نكون أداة للبناء بدل ما نكون أداة للهدم. خلي حياتنا خير وخير. كن إنسان مع أخوك الإنسان حتى لو كان، ما تنتقص من أحد بسبب شكله أو جهله أو فقره. ما تستخدم الكذب وسيلة للوصول. ما أحوجنا لناس بتحارب الباطل وبتحترم حقوق الإنسان وبتتعامل بالحق والعدل والمحبة. صحيح هي صرخة، بس إن شاء الله ما تكون صرخة في وقت.